مساء الخير وأهلا بكم إلى النشرة المسائية من تلفزيون لبنان. وفي العناوين: العدو الإسرائيلي يستهدف مقر القنصلية الإيرانية في دمشق ويغتال قائد فيلق القدس محمد رضا زاهدي. جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب من مجمع الشفاء الطبي مخلفا مئات الشهداء والجثث المتحللة فضلا عن دمار هائل في المجمع الطبي. تظاهرات إسرائيلية حاشدة في القدس المحتلة وتل أبيب ودعوات لرحيل نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة. المقاومة الإسلامية في العراق تتبنى قصف مبنى في ميناء إيلات المطل على البحر الأحمر، وإعلام العدو يصف الهجوم بالأخطر منذ بدء الحرب. وفي جبهة الجنوب غارات على بلدات جنوبية، والمقاومة تدق مواقع للعدو وتحقق إصابات مباشرة. جريمة مروعة في الأشرفية بدافع السرقة. وفي النشرة: بنك الغذاء للقضاء على الجوع. استهداف إسرائيلي جديد للعمق السوري والهدف مبنى القنصلية الإيرانية. والتلفزيون الإيراني يتحدث عن استشهاد عدد من الدبلوماسيين الإيرانيين، وذكر التلفزيون الإيراني أن الغارة الإسرائيلية في دمشق كانت هجوما مستهدفا لاغتيال القائد الكبير بفيلق القدس محمد رضا زاهدي. استهدف العدو الإسرائيلي مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا. ونقلت رويترز عن مصدر أمني أن الضربة الإسرائيلية أسفرت عن مصرع القائد في الحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي. وكما نقلت عن موقع نور نيوز الإيراني أن السفير الإيراني لم يصب بمكروه في الهجوم. وقبل قليل أعلن التلفزيون الإيراني أن الضربة أسفرت عن استشهاد دبلوماسيين إيرانيين عدة. الوكالة العربية السورية للأنباء نقلت عن مصدر عسكري قوله: حوالي الساعة 5 مساء شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى تدمير البناء بكامله ومقتل وإصابة كل من بداخله، ويجري العمل على انتشال جثامين القتلى وإسعاف الجرحى وإزالة الأنقاض. وفي أول تعليق سوري أدان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مبنى القنصلية، مؤكدا أن العلاقات بين بلاده وإيران لن تتأثر. وقال المقداد من مقر السفارة الإيرانية في دمشق: ندين بقوة هذا الاعتداء الإرهابي الشنيع الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق وأدى إلى استشهاد عدد من الأبرياء. وأضاف: كيان الاحتلال الإسرائيلي لن يستطع التأثير على العلاقات التي تربط بين إيران وسوريا. وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا وبقاعا والمقاومة ترد. استمرت الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان جنوبا وبقعا، حيث استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة عيت الشعب في الجنوب، ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي عدوانا جويا حيث شن غارة مستهدفا أطراف بلدة حنين في قضاء بنت جبيل ملقيا صاروخين جو أرض على المنطقة المستهدفة. وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على المنطقة الواقعة بين رشاي الفخار والفرديس في قضاء حصبية بست غارات، وخرق طيران العدو الأجواء اللبنانية محلقا فوق مدينة الهرمل. في المقابل دوت سفارات الإنذار في الجليل الأعلى تحسبا لتسلل طائرات مسيرة من لبنان، وسمع عدوي انفجار وتصاعد للدخان في مستوطنة يافنال قرب قاعدة عسكرية جنوب بحيرة طبرية، وقصف صاروخي استهدف ثكنة زبدين في مزارع شبعة ومحيط مثلث الطيحات مقابل ميس الجبل. حزب الله أعلن في بيان أنه استهدف فريقا فنيا للعدو الإسرائيلي أثناء قيامه بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع البغدادي بقذائف المدفعية وفيه إصابات مؤكدة، كما استهدفت المقاومة مواقع العدو في تلال كفر شوبة المحتلة برشقة من الصواريخ. أبلغ رئيس الموساد الإسرائيلي رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو بأن صفقة الرهائن لن تتم إلا عبر تسوية عودة المدنيين الفلسطينيين إلى شمال غزة. ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسؤول إسرائيلي أنه تم إحراز بعض التقدم في محادثات الرهائن في القاهرة اليوم، لافتا إلى أن استمرار المحادثات من المرجح أن يؤثر على القرارات المتخذة بشأن عملية الجيش الإسرائيلي في رفح.
إسرائيل تعلن انسحابها رسميا من مستشفى الشفاء تاركة خلفها أبشع المجازر. أكثر من 300 جثة متحللة وجرائم بشعة وإعدامات بعد أسبوعين من عملية القضاء على مجمع الشفاء، لتعلن بعدها إسرائيل انسحاب قواتها وأن العملية التمشيط انتهت، زاعمة أنها تمت من دون إلحاق أي ضرر بالمدنيين والمرضى والفرق الطبية، فيما أظهرت الصور أيضا تجريفا شديدا للأرض إلى درجة تم معها محو أثر مستشفى الشفاء. جينا من الشفاء أول مرة حصرونا، بعدين طلعوا قعدوا 15 يوم. مرة هذه اجينا وطلعنا، طلعونا اليهود، طلعوا الشباب الصبح واحنا طلعونا في الليل انا وبناتي. لما طلعونا في الليل طلعوا معنا مصابين، ما رضيش اصيب المصابين في الليل، واليهود الامانه اليهود ما كلموناش، صاروا يدولنا الطريق. صرنا انا امشي المصابين لحد ما وصلتهم في المعمداني انا وبناتي، فيش معنا ولا رجال ولا حدا في الليل، والقناصات علينا واليهود والدبابات وطلعنا. أما وبشأن المفاوضات، فقد أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو منح رئيس الموساد صلاحيات أوسع للتوصل لاتفاق تبادل الرهائن. وقال مسؤول أمريكي إن مسؤولين بارزين من الولايات المتحدة وإسرائيل يعتزمون عقد اجتماع افتراضي لمناقشة مقترحات إدارة بايدن البديلة للاجتياح العسكري الإسرائيلي لرفح الفلسطينية، بعدما كان ألغى نتنياهو زيارة كانت مقررة لوفد إسرائيلي رفيع المستوى إلى واشنطن الأسبوع الماضي، بعد أن سمحت الولايات المتحدة بتمرير قرار وقف إطلاق النار في غزة في الأمم المتحدة. احتجاجات واسعة مناهضة لحكومة نتنياهو في القدس ومواجهات بين علمانيين وحريديين. شارك آلاف الإسرائيليين في احتجاجات حاشدة مناهضة لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو وسياسته في إدارة الحرب على قطاع غزة والمفاوضات الرامية لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس وملف إعفاء الحريديين من التجنيد في صفوف جيش الاحتلال. وجاب آلاف شوارع القدس المحتلة واندلعت مواجهات بين عناصر الشرطة وبين العشرات من المتظاهرين العلمانيين الذين تعرضوا لاعتداءات الحريديين عندما مرت المسيرة الاحتجاجية في حي من شعاريم ذا الغالبية الحريدية. وأعلنت شرطة الاحتلال عن اعتقال عدد من الأشخاص بشبهة الإخلال بالنظام العام، ونصب المتظاهرون مئات الخيم أمام مقر الكنيسة، وذلك بهدف تحويل المنطقة إلى منطقة احتجاج وتظاهر واعتصام يومية حتى نهاية الأسبوع الجاري، فيما رفعت الشرطة الإسرائيلية حالة التأهب في صفوفها وحشدت قوات كبيرة في محيط الكنيسة. كما تظاهر المئات أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب بمشاركة من ذوي الأسرى الإسرائيليين لدى حماس في قطاع غزة، حيث أضرم المئات من المحتجين النيران بالحاويات وأغلقوا الشوارع وطالبوا أعضاء مجلس وزراء الحرب بالضغط على نتنياهو للعمل فورا على الدفع نحو إبرام صفقة تبادل. المعارضة التركية تهزم أردوغان في انتخابات محلية محتدمة. وتعليقا على النتائج، قال أردوغان للحشود في مقر حزب العدالة والتنمية بأنقرة: هذه ليست النهاية بالنسبة لنا، لكنها في الواقع نقطة تحول، إذا ارتكبنا خطأ فسنصلحه، مقرا بما سماه فقدان تفوق حزب العدالة والتنمية. عاقب الناخبون الأتراك الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية في انتخابات محلية على مستوى البلاد، أكدت على أن المعارضة لا تزال تمثل قوى سياسية، وعززت مكانة رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أغلو باعتباره أهم منافس للرئيس في المستقبل. وأعلن إمام أغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري حزب المعارضة الرئيسي في تركيا فوزه في انتخابات رئاسة البلدية في أكبر مدن تركيا، وأوضح أنه يتقدم بفارق تجاوز 1,000,000 صوت بعد إحصاء 96% من بطاقات الاقتراع. وتمثل هذه النتيجة أسوأ هزيمة لأردوغان وحزب العدالة والتنمية بعد أكثر من عقدين في السلطة، وقد تكون مؤشرا على تغيير في المشهد السياسي المنقسم في البلاد. إمام أغلو ألقى كلمة لأنصاره ليلى الأحد: من لا يفهمون رسالة الشعب سيخسرون في نهاية المطاف. وهتف بعض أنصاره مطالبين أردوغان بالاستقالة. أضاف إمام أغلو: 53 عاما وهو رجل أعمال سابق، دخل مجال العمل السياسي في العام 2008 ويعتبره محللون الآن منافسا رئاسيا محتملا. التأييد والثقة التي يضعها مواطنون فينا ظهرت بالفعل. كما فاز مرشح حزب
الشعب الجمهوري بالانتخابات البلدية في أنقرة، إلى جانب فوز الحزب بتسعة مقاعد أخرى لرؤساء البلديات في مدن كبرى على مستوى البلاد. أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فقال بدوره إن ائتلافه الحاكم لم يحقق النتائج المرجوة في الانتخابات المحلية، مضيفا إنهم سيحاسبون أنفسهم وسيعالجون أوجه القصور. وفي كلمة لأنصاره في أنقرة قال أردوغان إن الانتخابات ليست نهاية المطاف وإنما نقطة تحول لائتلافه. أضاف إن دورة الانتخابات التي تعود إلى أيار الماضي أنهكت الاقتصاد التركي وهي انتهت الآن. وفي جنوب شرق البلاد الذي تسكنه أغلبية كردية أكد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب قوته وفاز بالانتخابات في 10 بلديات. نتابع نشرة بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد على طريق القدس حسين علي زهور في حسينية بلدة يحمر الشقيف أكد أنه عندما يحين وقت الانقضاض ستحسم المقاومة خيارنا في مواجهة ستسقط العدو. هذا العدو يخبط خبط عشواء يثقل في أذاه، يشعرنا بالألم، يقتل منا أعز أبنائنا، لكن الصبر في مواجهة هذا العدو مع عدم الانجرار إلى حيث الأسلوب الذي يريد ويختاره لنا في المواجهة هو طريقنا إلى تحقيق النصر. عندما تحددون هدفكم، وهدفنا بكل بساطة الضغط على العدو من أجل أن يوقف عدوانه على غزة، ممنوع على العدو أن ينتصر، ويجب أن تبقى المقاومة قائمة وفاعلة في غزة، لأن بقاء المقاومة في غزة يهون على كل مقاومة في العالم أن تستمر وتبقى. أما إن تمكن هذا العدو الإسرائيلي من أن يقضي على المقاومة في غزة فسيتجرأ الطواغيت على أن يمارسوا نفس الأسلوب في كل مرة مع كل بلد ومع كل شعب لإنهاء كل مسير أو مسار للمقاومة في دنيا هذا العالم. رأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداسا علانية فرنسا في كنيسة الصرح البطريركي في حضور السفير الفرنسي وحشد من الشخصيات الراعي، قال في المناسبة: لن ننسى مأساة لبنان الآتية من تدخلات خارجية متفاعلة مع داخلية أفقدته حياده الإيجابية. الناشط: عرف أبناء الكنيسة وبناتها عبر 2000 سنة إيجابيات وسلبيات في الإيمان والعمل، وهذا ما يجري على مسرح العالم. نذكر مآسي الحروب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا وبين إسرائيل والفلسطينيين، والدول بكل أسف تدعم من هنا وهناك هذا وذاك بدون أي رؤية سلام، فيما الضحايا البشرية تقع أكثر فأكثر، والدمار يتسع، والخسائر لا تحصى. ولا ننسى مأساة لبنان الآتية من تدخلات خارجية متفاعلة مع داخلية أفقدته حياده الإيجابي الناشط، والجنوب اللبناني ضحية بريئة في كل ذلك. في هذه المآسي نتذكر كلمة الرب يسوع المشجعة:
سيكون لكم في العالم ضيق، لكن تشجعوا، أنا غلبت العالم. اعتبر الراعي أبرشية بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المطران جورج بقعوني خلال ترأسه قداس اثنين الباعوث في كاتدرائية النبي إيليا في وسط بيروت أنه في هذا العيد يهز كياننا من جديد ليزيح حجر اللامبالاة عنا كي لا ننسى التزامنا بوطننا ومجتمعنا، فعلينا بالجهاد ليكون لبنان أكثر إنسانية. القائم مع المسيح هو الذي يغلب علامات الموت في حياته ويناضل ضد علامات الموت في مجتمعه، ومعظمنا استسلم ما عم نناضل، ألا اللي بعضهم بيناضلوا لحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل وحق المريض وحق المعوق وحق إلى آخره من الحقوق، عم بيناضل من أجل السلام ويطالب السلام بجنوب، خلاص سلام بغزة، النضال من أجل السلام، النضال من أجل العدالة الاجتماعية، أمور كثيرة نحن ما بنفتح تمنا ما بنحكي فيها ولا نعمل من أجلها. واليوم بهالعيد المسيح بهزنا من جديد، بهز ضمائرنا، هو اللي زاح الحجر عن باب القبر، بده يزيح حجر اللامبالاة اللي فينا أحيانا، اللي بخلينا بس همنا حالنا وننسى من حولنا وننسى الالتزام في المجتمع وفي الوطن والجهاد من أجل أن يكون لبنان أكثر إنسانية ومكانا أكثر أمانا لأبنائه ولمواطنيه. رئيس جمعية الضرائب هشام كمل يؤكد لتلفزيون لبنان أن تحديد سعر الصرف لن يكون الحل لأزمة لبنان المالية من دون إصلاحات متكاملة للبنوك وللاقتصاد العام ككل. ندى الحوت. بلغ لبنان الشوط الأخير من رحلة توحيد أسعار سعر صرف الليرة إزاء العمولات الصعبة بالارتكاز إلى السعر المحدد من قبل البنك المركزي بواقع 98500 ليرة لبنانية للدولار الواحد. رئيس جمعية الضرائب اللبنانية هشام مكمل يؤكد ضرورة تطبيق خطة كاملة متكاملة لا تقف فقط على توحيد سعر الصرف لإصلاح الاقتصاد. لو نحن من أول يوم ثبتنا سعر الصرف وضلينا عم ناخد على العرض والطلب تبع السوق، كان المودعين كلهم قبضوا مصرياتهم، ما قبضوا 100%، قبضوا 60% يمكن، 50%، 70%، بس أحسن بكتير من اليوم عم بصير. اليوم نحن اللي عم بصير في خسارة كبيرة اللي حتصير على المودع، لأنه هذا التأخر اللي صار بعدم توحيد سعر الصرف و بمعنى الدعم الكبيري. لا لك لليوم انت اخذي الاكزامبل كثير بسيط، 17 مليار راحوا على الدعم، لو رجعنا اعطيناهم للمودعين وحررنا الاسعار مثل ما تحررت اليوم شو كان صار؟ كان صار في 17 مليار بايد المواطن اللبناني رد من حقوقه اللي لدى المصاري وقاعد عم يصرفهم مثل ما هو بيرتقي، الدوله مفلسه ماشي الحال، مع العلم اصولها وممتلكاتها اذا اندارت بطريقه صحيحه بترد مش التسعين مليار، أكثر من التسعين مليار، بس تندار بطريقة شفافة، وهذا اللي عم بيناشد فيه الدكتور منصوري. وإذا بتشوفي من خلال استلامه الحاكمية مصرف لبنان لليوم صار في فائض بوفر بصندوق مصرف لبنان، وصار في أكثر كمان، صار في مصاري بحسابات القطاع يعني الخزينة العامة، صار في حساب بوزيتيف. طيب نحن اليوم شو بدها؟ بدها بس إعادة دراسة بطريقة صحيحة، وضع خطة اقتصادية استراتيجية آنية وطويلة المدى، ساعتها كل الأموال بترجع. إلا إذا من اليوم بدنا نقول نحن يا أخي حنخصم هال 30-40% الخسارة اللي ما بنقدر نردها، حنجدول هال 60% على 5 سنين 10 سنين 15 سنة، بس اتليست خلي المواطن اللبناني يعرف حاجة عايش بالوهم عايش بالحلم. والأكثر من هيك بدي لك يعني اللي إذا مذكرة بمشروع موازنة 2024 كانوا عم بيفرضوا ضريبة على أموال المحجوزة بالبنوك، إذا واحد توفى بده يدفع عليها ضريبة، فحاجة نوعد الناس بمصاري قد تأتي وعم ندفعن عليها ضريبة وهي قد لا تأتي. وتظل الخطوة الأخيرة معلقة على قرار مرتقب من مجلس الوزراء يحدد بموجبه البدل العادل لسحوبات الودائع المصرفية المحررة بالدولار.
بنك الغذاء تأسس من قبل مجموعة رجال أعمال لبنانيين لدعم الأمن الغذائي في لبنان منذ العام 2012. تقرير يلقي الضوء على دور بنك الغذاء في لبنان خصوصا في شهر رمضان المبارك. ندى الحوت. الموضوع بلش من حوالي 12 سنة كانطلاقة، واللي كان وراها رجل أعمال توفى مؤخرا كمال سنه الله يرحمه. الفكرة كلياتها في أكل فائض عم بتصير بالمناسبات المختلفة، واللي بيكون عنده المناسبة عم بيكبوها. هذا اسمه نوع من الهدر للطعام، هدر للنعمة. نحن هدفنا نوصل الأكل الصالح من المناسبات للناس المحتاجين، منوصل لهم اياها بنفس الليله. ونحن عم نتعامل حاليا بنفس الليله لانه الاكل بناخده اكل طازه. حاطين شرط على الجمعيه اللي بتاخذ منا انه يكون في عندها كهرباء كهرباء تنطرنا كهرباء والبراد شغال، حتى نقدر نعطيهم يوم بنهايه المناسبه اذا كان في عرس ولا اي مناسبه ثانيه اجمالا بيكونوا بالليل. نعم. بيستقبلوها بيحطوها بالبراد وتاني نهار ملزمين يوزعوها على المجتمع تبعهم اللي عايشين فيه. يعني عندكم انتم مرحلتين بوكسز وبتلموا الاكل الصالح. هذا الاساس تبعنا. نعم. بس هلا نحن عم نشتغل على شغلات ثانيه اضافيه. نحن عم نشجع الانتاج المحلي. نحن في عنا علاقه مع جمعيات موجوده بالمناطق الزراعيه، عم نطلب منهم المزروعات اللي بحاجه مثل المونه مختلفه يزرعوا، بنساعدهم بالشتل بالسمات، ومنشتري منهم المنتجات احسن نشتريها من السوق المستورد من الخارج. نحن بهمنا تشجيع الانتاج المحلي لتنميه الاقتصاد وايجاد فرص عمل. بتمنى من كل الاشخاص او الجمعيات او الهيئات الموجوده وعندها مناسبات ان كان رمضان او غير رمضان بافرع ولا غيره، الاكل الفائض بتصير مناسبه نحن مستعدين نجي نضبه ونعطيه لجمعيات موجوده بالمنطقة كلياتها. إن كانت المناسبة عم بتكون بالشمال بالبقاع ببيروت بالجنوب كل لبنان، لأنه 136 جمعية موجودة على كافة الأراضي اللبنانية تغطي المجتمع اللبناني كلياته جميع أطرافه. لنحقق حلمه باجتتاحنا بيت الكل لتقديم وجبات كاملة وسخنة، ولنوصل لأكبر عدد من المحتاجين وبكافة المناطق اللبنانية. أمنياً، شهدت منطقة الأشرفية جريمة مروعة وقع ضحيتها رجل في العقد السابع من العمر ويدعى نزيه رامز الترك، وأصيبت زوجته بجروح. وأفادت المعلومات الأولية أن شخصين دخلا إلى منزل مواطن في بناية السيوفي جايتس في الأشرفية بتسهيل من العاملة في المنزل الذي يقيم فيه مسنان، وقاما بسرقة محتوياته والاعتداء بالضرب على صاحب المنزل وزوجته، ثم فرا مع العاملة إلى جهة مجهولة. ونقل الرجل وزوجته إلى المستشفى حيث ما لبث أن فارق الحياة. عقد في مستشفى روشية الحكومي اجتماع للجنة دعم المستشفى بحضور عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فعور وأعضاء ولجنة دعم المستشفى، وجرى إحصاء للتبرعات التي تم تقديمها خلال الشهرين الماضيين وتخطت $100,000. وتم الاتفاق على المباشرة بمشاريع التطوير، وهي افتتاح قسم جديد للعناية الفائقة بأربعة أسرة جديدة تتسع للاحتياجات الطبية للمنطقة، والتعاقد مع الطبيب للعناية الفائقة لإدارة القسم، والتعاقد مع شركة متخصصة لمراجعة وتطوير الإجراءات الطبية المعتمدة في المستشفى، وشراء عدد من المعدات الضرورية لغرفة العمليات، وتخصيص قسم مستقل لعلاج مرضى السرطان في المستشفى، ومراجعة تكاليف الفحوصات الطبية للتخفيف من الأعباء على المواطنين.
رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان جال على رأس وفد من الجمعية على الفعاليات المسيحية الدينية والسياسية في زحلة لمناسبة عيد الفصح المجيد، وشددت الكلمات على وجوب معالجة الأزمة المعيشية في البلد، دعم القضية الفلسطينية. ولا نستطيع حتى في عيد الفصح أن نغفل عما يحصل حولنا وفي بلدنا من مجازر ومن حروب إجرامية للعدو الصهيوني. يعني نحن نستنكر أشد الاستنكار ما يتعرض له أهلنا في فلسطين وغزة وفي لبنان في الجنوب وفي البقاع وفي كل مكان تستهدفه إسرائيل. نحن نعتبر هذا العدو هو عدو لكل الطوائف ولكل المذاهب، بل هو عدو للإنسان. النائب حسن مراد تطرق إلى في إفطار رمضاني إلى جرائم الإبادة التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق أهالي غزة، متجاوزا المواثيق الدولية والقيم الإنسانية، وتوجه بالتحية لكل المقاومين الذين يقاتلون دفاعا عن حق الشعوب في التحرير. وكما يحصل دائما منذ نشأة هذا الكيان المجرم على أرض فلسطين، فلا القرارات الدولية ولا بيانات الشجب تردع العدو عن السعي لتحقيق حلمه بالسيطرة علينا وطمس هويتنا وتحوير ديننا. لكن هذا الحلم لن يتحقق بإذن الله طالما هناك دماء عربية تجري في شرايين المقاومين، وطالما أصحاب الحق أبناء فلسطين الأبطال ولبنان واليمن السعيد يؤكدون وحدة الدم العربي بمواجهة أشرس حرب إبادة يتعرض لها أخوتنا في فلسطين، وأشرس عدوان على سيادتنا وكرامتنا وشعبنا على امتداد مساحة الوطن وخارجه. فكل التحية لكل المقاومين على امتداد الوطن العربي، والتحية لأهلنا في فلسطين أم القضايا المحقة في العالم. إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.